بلا مي مشكورة، تعودنا بلا كهرباء نمشي على الشمعة، تعودنا على الحرب فليكن، بس تعودونا على البيئة، تلوث البيئة حرام عليكم. هذا ليس مكب نفايات صيدا الذي اعتدنا ضرب المثال به، هذا وادي يارون، مكب جديد يضاف إلى لائحة مكبات النفايات التي رمت فيها المزايدات السياسية بعضا من فصولها، والمصلحة الشخصية والمادية الجزء الأكبر. الوادي الممتد على مساحات كبيرة تحيط به بلدات رميش ويارون ومارون الراس وبنت جبيل المتضررة جميعها، فالوادي أصبح مكبا لبلدات عدة، ووجد به المتعاهدون ربحا ماديا كبيرا كمكب لنفايات قوات الطوارئ الدولية. صار مجمع نفايات للطوارئ، مجمع نفايات لبنت جبال، لكل إنسان عنده أي عفش أي وسخ أي شيء ميت يكبه هونيك. في ناس مستفيدة من عقد مع الطوارئ، عامل عقد مع الطوارئ وبتاخذ كل النفايات. نحن 7000 جندي من طوارئ هوني، دعات سلام هذي لازم هني يسدوا الموضوع يدبروا بديل. قائم مقام بنت جبيل أصدر قرارا قضى بختم المنطقة بالشمع الأحمر، لكن نيران النفايات أتت على القرار، وعلى الرغم من المحاضر المتتالية فإن المتعهد لم يستجب لأي منها بذريعة أن لا بديل، فرئيس بلدية عين إبل لم يعطه رخصة لإنشاء مفرزة نفايات للمنطقة. أنا ما بعتقد في مشكلة، بس إذا في مشكلة نرتاح من هالنفايات الموجودة يمكن بكثرة، بس منه مثل جبل صيدا أو اسمع عم يتأذوا منها العالم. طب ليه رفضت؟ ليه رفض طلبك؟ رفض لأسباب أسباب خاصة ما معرفة. شو هي هالأسباب؟ شو هي هالأسباب؟ في أشخاص عم تشتغل على أنه ينعمل مشروع فرز تا يمسكوا جنوب. إجا طلب رخصة بمكب بدائي تقريبا انه بيحفروا بيتم، فهيدي ما وافقت له عليها. بعدين لما لقى ما في نتيجة انه اعطيه بدون مكب حديث، اجاني خبر بعدين انه عم يستعمل المكب وبيتمه بطريقة كتير بدائية، بيجي بيحرقوه في مرات وبتطلع الدخان ان كان شرقي او غربي عم يضر كل العالم. حتى كان يجي يتعاقد في مرات مع سيارة من هالضياع المجاورة وقال لهم كل نقلي بياخذ منكم كذا. طيب عم بيقولوا انه انت اليوان، انت عم تتعهد لليوان وعم تجي عم بيكبوا كل زبالتهم بهيدا المكب. اذا في اي عقد بيني كاسمي بيني وبين اي مركز او اي شخص من اليوان انه عم يجوا يكبوا عندي بكون ممنونك. الظاهر باليوان متعاقدين مع شخص والشخص تعاقد مع شركة. اتصلت فيهم انا قالوا لي مزبوط تعاقد معنا ولا شيء 15 يوم تخلص كونتراك، يعني له شيء ما بعرف 6-7 شهور متعاقد. واجا المحافظ وعمل الختم احمر وكذا وهو بحب يقمز فوقهم كلهم، ما بعرف مين ورا. كبلدية عين نبل تعطيني رخصة وما بتشوفه الا بعد 3 اشهر احلى مشروع فرز للنفايات بجنوب. في ارض خصبة وهادئة في احدى اودية جنوب لبنان تتوقع أن تجد حقولا من القمح أو الزيتون، فإذا بك تتفاجأ بواد من النفايات من أحدى جبال النفايات التي تثور كل يوم على سكان المناطق. نوال بري، قناة الجديد.